عتبي على المخرج والمنتج والكاتب. شلون؟ راح اقول لك ليش عتبي. القصه من تجي انت وتقعد، انت لا تنسى اصدقائك، لا تنسى احبابك، مو على المصلحه، لا مو مصلحه، بس انت لا تنسى انه اكو جيل قديم، جيل النجوم، النجوم نجوم العراق الكبار بالسن، الفنانين فعلا يعني اللي تعبوا على نفسهم وضحكوا العالم ونسوهم، واللي قدموا دراما حلوه. صح. هاي ما نريد ننساهم، لان احنا هم بدينا راح ننسى مثلهم. مو يعني هذا اللي نفكر به. انت يعني الكتابات مالتك نوع بيها، مو أنا اللي أعطيك نصيحة، أنت بالعكس أنت كاتب معروف الحمد لله، مخصصة للشباب، كتابنا كلهم حلوين. ونوع نوع بالقصة مالتك، أخذ من الجيل القديم، من الجيل الوسط، من جيل الشباب، بالعكس، لأن إحنا هم جينا يعني من جيل، من الأجيال، خلينا نقول إحنا مو صغيرة، الوسطانية، زين، فنوع من هالأجيال هاي حلوة، راح تطلع المسلسل مالتك حلوة. إحنا مو بس نخلي جيل مثلا بس القديم، لا، هم الشباب يريدون. صحيح. فالتنويع كلش حلو. طيب شنو ينقص الفنان العراقي حتى يكون مرتاح معنويا؟ نعم. معنويا؟ نعم. وماديا؟ نعم. جواها هواية. نعم. خطوط. نعم. حالة حال الفنان العربي. أنا اللي شفته يعني مع الأسف إنه قصصنا أكثرية تتشابه، خصوصا من صارت فترة الحروب وصارت إنه طائفية، فقامت القصص كلها تنفس تنفس تنفس. نعم. بس بتحويرات يعني. نتمنى إنه من كتابنا الحلوين اللي أقلامهم حلوة، نتمنى إنه يطلعون على مثلا القصص العالمية، القصص الأوروبية، القصص العربية، زين، بيخاف إحنا ما نريد استنساخ، يعني نتطور بيها، ما بيها شيء ترى، يعني أنا أخذ فكر من عندك أقدر أصقلها وأرتبها بالترتيب الحلو وأطلعها. نعم. يعني أتمنى هذا الشيء يعني. أما بالنسبة شنو اللي يريح الفنان العراقي؟ نعم. الفنان العراقي يعني فنان بمعنى الكلمة. أنا طلعت هواية دول أوروبا وطلعت دول عربية وأعمال مشتركة. وأعمال مشتركة. والله الفنان مظلوم. مظلوم أسوة بالفنان العربي والفنان الغربي. أولاً إنه ما عنده مثلا ديتش الامكانيه اللي يقدر مثلا يشتغل بس عمل واحد بالسنه ويقول لك اقعد ارتاح ويكتفي، لان عندي مثلا انا ماخذ كذا اجور. صح. اجوره كلش بخيسه جدا جدا جدا. يعني يوم من الايام انا اشتغلت عمل سوري بسوريا كان مشترك، الولد الشاب الصغير اللي هو ثانوي ياخذ اكثر من اجور النجوم العراقيين. فتخيل يعني. فليش يعني ليش؟